يوم افتتاح ديال واحد المؤسسه، غادي نقول لكم زعما الفلسفه ديالها عموما. هي مؤسسه اولا سميتها بيوبادي، كنتكلموا على جسم اللي هو سليم، خصوصا ان في السنين الاخيره اصبحت امراض كثيره جدا نتيجه البعد ديالنا على ما هو طبيعي. حنا بغينا نكونوا نقربوا يعني المواطنين قربوا لهم ما هو طبيعي. جدودنا الى جينا نشوفوا بانه كانوا بصحه اللي هي صحه عاليه جدا، كتلقى مثلا 80 سنه و90 سنه ومازال يتمتع بصحه جيده. علاش؟ لانه المواد اللي كانوا كيستعملوا كانت مواد طبيعيه. زيت العود مثلا، زيت العود اللي يكون طبيعي، زيت ارغان، خصوصا ارغان كاين في المغرب بوحده، ما كاينش في دول اخرى. اذا باش نقربوا هذه المنتجات ديال المغرب، ديال الثقافه المغربيه، هادشي كيدخل هو في الثقافه المغربيه، لانه ما كيعرفوا الا المغاربه، والمغاربه يعني القدام راه كانوا كيتمتعوا بصحه جيده حيث كانوا ملتزمين بهذه المنتجات. طبيعة الحال الا بغينا نتكلموا على المنتجات ديالنا، ملي كنتكلموا على انها ذات جوده عاليه من ناحيه الجوده، ومن ناحيه انها معترف بها من طرف لونسا، لان بغينا فعلا نكونوا اصدقاء واصدقاء حقيقيين لكل العائلات المغربيه.